نكمل لعب لعبه محاكي مقبره السفن وكده. خلينا نجرب بس ونبدا منبه. وعندي خبر حلو، هو انا لعبت شويه اوف كاميرا، كان في فيديو ليه بيعمل بريمير على يوتيوب، فقلت هو شغال وبتفرج عليه اشوف الناس بس بتعمل تعليقات عامله ازاي وبتاع، ابدا اشتغل شويه. فاللي حصل حرفيا انه من ساعه ما وقفنا الفيديو اللي فات لغايه ما الصبح طلع دلوقتي في اللعبه، بص الساعه كام في اللعبه؟ 9 الا ثلث. انا قعدت اشتغل، قعدت اجمع حاجات وكده. فجمعت ايه؟ جمعت كل ده اللي على الشمال ده، ماشي، اللي هو كل الحاجات دي، ده اللي مطلوب مني عشان ابجريد الورك شوب، ومطلوب مني عشان كمان الميشن اللي هناك، ماشي. غير كده عايزين نبص هنا. اوكي، واضح ان هم جمعوا حاجات فعلا بس مش كتير، ما اعرفش هل ده يستاهل المبلغ بتاعهم ولا ايه، بس هنسيبهم شغالين. اكشلي هنبيع الحاجات دي، هنبيعها على الاقل تدفع ثمنها. زي ما انت شايفين معايا 11000 وشويه، كانوا 12000 وشويه، بس دفعنا ثمن السفينه وثمن المرتبات فقلت شويه، بس معانا فلوس كتيره قوي قوي قوي. فهنيجي الاول الراجل ده، هنعمل له ديليفري اوردر، بقى معانا 13794. جميل. دلوقتي بقى عايز اروح ابجريد التول شوب واشتري تولز جديده، ماشي، نبقى ايه مجهزين نفسنا لاعز اعزن احسن تولز ممكنه. اوكي، ورك شوب اهو جديد، معانا كل المطلوب مننا، باي تول شوب ليفل جديد، وخدنا اتشيفمنت انتربرنور. ماشي كده، احنا ممكن نشتري اي حاجه حرفيا احنا عايزينها خلاص. يعني مثلا اندستريال كلينر ليفل 3 ده ممكن نشتريه، بلازما كاتر ده ممكن نشتريه، زيب لاين، نعمل ايه بزيب لاين؟ انظار العمارة شغال، انظار حالي العمارة شغال تقريبا، شغال تقريبا. تعالوا نشتري ده، ماشي، اشتريت الاندستريال كلينر، مش عارف اشتري التاني، يعني مش عارف اشتري بتاع التاني دلوقتي، بس ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد الحاجات دي كلها كده، وبعد كده نيجي هنا. بمناسبة بس عشان ما حدش، بالظبط، جهاز انذار الحريق ساعات بيشتغل لوحده، وانا ببقى عارف كده عشان في عيال بتلعب بره، عيال صغيره بتلعب بره، بتلعب في الالارم بتروح مبوظاه. طيب هنبيع كل ده، فكده احنا معانا 4252 دولار في اللعبه. ولكن الجدير بالذكر اني مش هشتري اخر تول دلوقتي خالص. ليه؟ عشان عايزين فلوس ندفع السفينه ومرتبات، فانا عايز احط ده في حسابي. اوكي، لو جمعنا الومنيوم وبتروليوم هناخد 1200 وشويه، لو جمعنا الحاجات دي اصعب. لا خلينا ناخد اللي على الشمال، عايزين نجمع الومنيوم وبتروليوم. اوكي، هنجمع الومنيوم وبترول علشان الشخص ده يديله اللي هو عايزه، هو كمان نليفل اب كمان. وبمناسبه الحديث عن الليفل ابس، معانا 4 سكيل بوينتس، نظبط بيهم ايه؟ تورش ولا ماب؟ ماب 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 ماب، بجد عايزين نظبط الماب دي على الاخر عشان اكتر حاجه بتقرفني. كده احنا بنجري اسرع كمان، فكويس. اوكي، فدلوقتي معناش اي حاجه خلاص، شغالين بنفس السفينه، معانا تولز كويسه، هي تول واحده بس محتاجه ابجريد، فليتس جو. هنطلع فوق نكمل في السفينه. احنا اشترينا بلازما، ما اشتريناش بلازما كاترز، الانسان ضعيف، سوري بقى، معلش، بس انا عايز اشتري التول الاخيره، ماليش فيه خلاص. نبقى جمعنا كل الادوات يا جماعه. هو ده صندوق ممكن افتحه؟ لا مش صندوق ممكن افتحه. اوكي، يبقى جمعنا كل الادوات يا اخوانا. هات يا ابني ده، تعالى، انت خلاص مش هيبقى ليك لازمه بعدها. لا هيبقى ليك لازمه، صحيح، هشتري منك حاجات. هات ده كده. اوكي، اشترينا البلازما كتر الجديد، احنا معانا دلوقتي 346 بس. كده يا جماعه مشترين كل حاجه ما عدا الاكسبلوسيفز والزيب لاين بس كتولز فينه؟ هو ده الجديد. اوكي ماشي. ايه دي مكنسه كهربائيه؟ الو، بتاع الليفل 3 دي مكنسه كهربائيه يا اخوانا. طيب هنبدا بقى نجرب ان احنا نشيل الحاجات اللي في الدور الاولاني ده، لو تفتكروا كان في حاجات على الحيطه، عايزين نجرب البلازما كاترز، عايزين نشوف البلازما كاترز بتعمل ايه. ماشي، فهنا المفروض في حاجات كتير انا كنت مكسل اعملها، فدلوقتي معانا احسن اداه ممكن نشيل بيها حاجات. نعمل كده. اوكي دي كويسه جدا يا اخوانا. الو، دي كويسه جدا، حلو ده. اوكي، معانا اداه كويسه جدا. خلينا نمشي على الحته اللي برانيه الاول، بعد كده نشوف العواميد. اوكي، مفيش غير الحاجات اللي هناك دي، تمام، بعد كده نشوف العواميد كلها. هو انا موطي ولا ايه؟ لا انا مش موطي، ومالي قصير كده، ولا البتاعه دي طويله ولا ايه؟ ماشي، اصل الفكره ان انا بلعب مع نفسي، كان في كونتينرز محتاجه تتفتح، ففي واحد منهم ما عرفش افتحه، كان في جليتش، فانا قلت يمكن محتاج الاداه الجديده، فقلت نشتريها بالمره. يعني في حتتين اسود بس مش كله اسود. هي دي بيضه صح؟ يا نهار ابيض على الفلاش لايت، شغلته تعميط. هي دي مش عايز تعمل ليه؟ اوكي، هاد ده كله وليفل اب كمان، فخلونا بالسكيلز نظبط
الماب زياده كده قررنا نخلص الماب بالكامل على فكره. اهي دي بتتكسر، اهي دي بتتكسر، كنتش اعرف يا عم انا فاكرها في الحيطه. هات ميرسي كتير. ماشي نعمل البطاريه دي، خلصت. تخيلوا حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. كانت تبقى احسن لو العمال بيشتغلوا على نفس السفينه اللي انت عليها، يعني انت بتشوفهم مثلا ايه بيحرقوا حاجات بيكسروا حاجات كانهم بوتس، فاهم يعني؟ كانهم انت بس بوت، كانت تبقى احسن بكتير الصراحه. ماشي ودي كمان بعد كده كده كده، وبعدين من هنا كده، وبعدين من هنا كده. اوكي كده الحاجات اللي على الحيطه دي خلصت خلاص، مش هيتبقى غير الحاجات العواميد كلها. اتاكد بس ما فيش حاجه على الحيطه اللي على الشمال دي كمان بالمره. بس انتوا واخدين بالكم ان احنا كل قطعناه بالبلازما ده، وبصوا معانا بنزين لسه قد ايه، فاللي هو قشطه يعني، هي عمليه واقتصاديه جدا. اوكي العمود ده ما فيهوش حاجه، العمود ده ما فيهوش حاجه، تمام. العمود ده ما فيهوش حاجه، العمود ده عليه حاجه اهو، عليه حاجه من اربع حاجات. فانا اعمل كده. طب احنا كده فاضل لنا بقى نابجريد ايه؟ الباركس صح، وايه كمان؟ والفرنس صح، الفرنس كمان ليها ليفل جديد. الباركس والفرنس يبقوا كده ابجريدنا كل حاجه. طب ما انا بعد ما ابجريد كل الحاجات دي هبقى عايز اعمل ايه تاني في اللعبه؟ مفيش مثلا عربيات جديده مثلا، فده ممل، فاهمين؟ في حاجات هنا برضو ماشي لازم اخلي بالي منها. دي كانت من اتنين بس صح تقريبا. اوكي هنعرف دلوقتي. كانت من اتنين بس، حلو قوي. في حاجه على العمود من ورا ولا حاجه؟ لا. طيب نشيل دول. ايه ده؟ بص دي ازاي. اوكي دي تقريبا حاجه بنفتحها نشوف جواها ايه، فبنشيل المفصلات بتاعتها. طب احنا المفروض لما نشيل المفصلات ناحيه واحده بتاع يفتح خلاص، ليه لازم افتح الاثنين يعني؟ ايه الهبل ده؟ ماشي اوكي تمام. ماشي دي اخر واحده، شوف هتعمل ازاي دي. اوكي الباب وقع، جواه ايه بقى؟ سيلفر ولد. ماشي 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 ماشي، انا هرضى بكده، هرضى بكده، مش هقول لا. لحظه واحده كده يا اخوانا، معلش لحظه واحده. لا مؤاخذة يا اخوانا، اهلي كانوا مكلميني يقولوا لي حاجة مهمة، ومش حاجة يعني، هو بس انا كنت قافل عشان لو حاجة سرية، بس هما كانوا بيقولوا لي بس على موضوع لو عايز تعمل اختبار قبل ما تسافر عشان الشيء اللي بيتعب الناس، بحاول بس ما اقولش كلمات معروفة عشان الفيديو ما ياخدش علامة صفراء. اسمه ده؟ لو عايز تسافر مش محتاج ان انت تعمل تيست وانت رايح مصر بس، فدي حاجة كويسة، حاجه جميله الصراحه، حاجه جميله جدا جدا جدا. لان لو معاك، لو انت واخد الشيء اللي بيمنع الحاجه تجيلك، فاهمين؟ ركزوا معايا، فانت مش محتاج. بس انا بقى بسال حسب كل الطيرانات ولا طيران معين، فده اللي انا محتاج اعرفه بقى بعد ايه، بعد ما اسجل النهارده كده ابقى اتصل بيهم اسالهم بقى. بس حاجه كويسه والله، ميك سنس يعني. مصر يا ام الدنيا يا اغلى الاوطان، يا نفسي اوصل فيك البر امان. صح مش دي كلمات الاغنيه؟ عارفين من الحاجات الغريبه في مصر اللي فكرت فيها زمان لما كبرت، قصدي من قريب لما كبرت، كانت بتحصل زمان، ان اغنيه بلادي بلادي اللي هي النشيد الوطني كان في كده لعب بالكلام بيحصل، اللي هو حماتي 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 تكلب سله وفول حياتي مش عارف ايه الكلام ده، عارفين الكلام ده؟ انا لما كبرت خدت بالي ان الكلام ده فيه قله احترام للبلد قوي والله، يعني قلت لا المفروض ما حدش يقول الكلام ده، فما حدش يقول الكلام ده يا جماعه. لو بتحترم بلدك ما تغيرش النشيد بتاعها، النشيد بتاع بلدك ده هويه البلد بس. الكلام ده بينطبق على اي نشيد وطني يعني. اما طبعا احنا لغايه دلوقتي مقديين جدا بالتورش، قربنا نخلص الدورين اللي كانوا علينا، فده كويس، وجمعنا حاجات كتير.
انا نسيت احنا عايزين نجمع الومنيوم وبتروليوم. طبعا ما جمعناش الحاجات دي بس قشطه انا عارف نجمعها في السريع كده كده. الفيديو ده ما فيش فيه بحث عن ابجريدز بيحصل قوي يعني, هو يا دوبك بنجمع شويه فلوس وخلاص عشان بس ايه ما يتخربش بيتنا, خصوصا مع السفينه الغاليه قوي دي. فبس وانا فكيت دول بجد. اوكي حلوه دي اتنين, عجبني قوي ان انا خلاص قربت افك كل حاجه والله, عجبني قوي قوي يعني. كنت الاول مكسل اعملها, دلوقتي خلاص طلعت سهله, طلعت سهله جدا. ايه ده؟ اه دي احنا كنا بنعملها بعد كده خلص صح تقريبا. نيو ابيليتي, نيو ابيليتي ايه, انلوك ابيليتي فيرست. ايه ده؟ اه ده في حاجه بالرايت كليك, ده في حاجه بالرايت كليك يا جماعه. الو طب عايزين نجرب في الشاكوش والحاجات دي, نشوف الرايت كليك بيعمل ايه, لان تقريبا انا فاتح فيهم الرايت كليك دول. وانا معايا سكيل بوينتس؟ لا معيش. اوكي ماشي. ايه ده مش عارف اعمل التورش دلوقتي, عايزين ابجريد السكيلز بتاعت التورش يا عم. انا عاجبني قوي ان انا قربت اخلص السفينه كلها ولسه البنزين ما خلصش. ايكونوميكال قوي, اقتصاديه, هي دي الكلمه كنت ضايع عليها, اقتصاديه. طيب هنا مفيش حاجه في العواميد ولا ايه؟ اتاكد بس من العواميد دي كلها قبل ما نكمل على العواميد اللي ورا. اوكي هنا مفيش حاجه في العواميد خلاص, بس في حاجات هنا بقى في كده. ده احنا شنطتنا اتملت تقريبا خلاص, فلازم نحط حاجات في العربيه. اه كده معناش مكان خلاص, فننزل نحط الحاجات دي في العربيه. اكشلي هنطلع بالعربيه فوق كمان يعني, هنسيبها فوق, فنسيب كل ده هنا. والله جمعنا حاجات كتير قوي والله العظيم, رصاص كتير وكاست ايرون كتير. كويس كويس جدا. خلي الموبايل قدامك عشان لو حد اتصل تاني بس, والحلقه لسه فيها 10 دقايق كمان, فكويس والله. ماشي نعمل ده. هو احنا هنخلص الدور ده كله اصلا من ناحيه الحاجات اللي على الحيطه من غير ما البنزين بتاعنا يخلص, او من غير ما الغاز بتاعنا يخلص بتاع الوقود. فين اللي كانت هنا اهي؟ ماشي. في حاجه ثانيه في الصف ده ولا هنا؟ مفيش برضو حاجه في العمود ده. اوكي لغايه هنا كله خلصان, ناقص بقى اللي هنا. عفوا. اوكي دي هنجات برضو. ماشي حلو قوي. ليد وسيلفر حلو حلو حلو. سيلفر بيفيد, دي برضو هنجات. انا لسه مصمم ان انت لو شلت الهنج من ناحيه فانت ممكن تشيل بتاع خلاص, بس قشطه مش هنتخانق مع مطور اللعبه. العاب المحاكاه يا جماعه بقت من امتع الالعاب اللي ممكن تنزلها والله, بس حسب المطور مين. في مطورين تسخ في اللعبه بتاعتهم مهما حصل, في مطورين بقى ينزلوا اللعبه تلعب اول ساعه مبسوط وبعد كده خلاص. انما دي لغايه دلوقتي شوف انا عملت كام حلقه, ده غير اللي انا لعبته بره التسجيل اصلا يعني. ففي العاب كده لما بتلعبها زي محاكي مثلا الروبابيكيا ومحاكي محطه البنزين, كلهم على فكره من نفس المطور تقريبا, فالحاجات دي حلوه قوي. ماشي الدنيا بدات تليل شويه في اللعبه. انا ما خدتش بالي من الحاجات دي. حلو ده هيديني المونيوم, ده انا محتاج المونيوم, محتاجين المونيوم وبتروليوم كمان. هات كل ده ولاكي لوت كمان, الله اكبر. حلو يا رب حاجه لاكي. مفيش. طيب ده هيديني بتروليوم كويس. كام بتروليوم بقى؟ واحده بس احسن ما فيش. ماشي انا في حاجات على الحيطه. اوكي في شويه حاجات على الحيطه لازم نكملها. ايه دي البتاع العبيطه دي؟ بوكس. اهلا وسهلا يعني, اعمل بيه ايه؟ هات يا عم. والله مبسوط ان احنا خلصنا الجزء ده من السفينه يعني. احنا ممكن السفينه دي نخلصها على المره اللي بعد الجايه تقريبا, بس انا ما زهقتش منها برضو. لو ده ميك سنس يعني, لو حاسس ان ممتع قوي ان انا اخد من السفينه دي كل الحاجات دي. بس برضو اللي انا مقلقني منه بس, او اللي انا قلقان منه فكره ان انا بعد ما اخلص السفينه دي هعمل ايه يعني, هعمل ايه تاني؟ نفس اللعبه تديني فرصه ان انا اتحكم في مدى سطوع الكشاف لما اجي استخدمه بجد. هات. اوكي هنا مفيش حاجه خلاص. هنا في هنا صندوق, وهنا في بتاعه كهرباء. ماشي في دي اول واحده, دي مش هتاخد مننا وقت اهي خلصت. وفي ده
هو ده هيديني ايه؟ ليد وستيل. اوكي احنا من ناحيه الليد فاحنا خلاص يعني معانا كل الليد اللي ممكن نحتاجه دلوقتي. بعد ما نخلص ده هنركز بقى فوق ان احنا ندور على المونيوم وبتروليوم عشان محتاجين الفلوس قبل ما الليل قبل ما الليل تخلص. ماشي بص بقى كده احنا جمعنا كل حاجه خلاص. اوكي كده احنا عملنا لا لسه اه دي لا دي عملناها خلاص. عملنا كل حاجه هنا خلاص. فين العربيه بتاعتي؟ العربيه بتاعتي اهي. حتى انا مش 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 اسمه ايه ده مش هاخد الحاجه دلوقتي. دلوقتي بقى احنا معانا كام بتروليوم؟ خلي البتروليوم معايا عشان حابب اعرف معايا كام. والالومنيوم كمان خليه معايا. في الومنيوم تاني معايا اهو. اوكي معانا 6 الومنيوم ومعانا واحده بتروليوم. فتعالوا نطلع فوق نجمع الومنيوم وبتروليوم تاني عشان محتاجينه الصراحه. خلينا ندور مبدئيا كده. فاكرين كنت بقول لكم في بتاع ما كنتش عارف افتحها؟ عايز احاول افتحها دلوقتي. ده بيديني ايه ده؟ ده بيديني ايه؟ كاست ايرون. هات يا عم عشان بس ما بقاش نسيها. اوكي مبدئيا انا فاكر ان كان في حاجات هنا انا ما عرفتش اخدها. كانت لازم اعملها ويلدنج او حاجه. دي لا مش دي. اوكي انا هبقى ابص على الكونتينرز عامه اتاكد ان ما فيش حاجه. اه في دي بس دي هتديني حاجات مش محتاجها دلوقتي فمش هعملها. الصناديق دي انظام. اهو ده الصندوق اللي بقولك عليه. الصندوق ده ما عرفش افتحه باي حال من الاحوال. اوه فتحته. اوكي اوكي معانا الومنيوم يا اخوانا. معانا الومنيوم يا اخوانا لان دي بتجيب الومنيوم وفي منها اتنين. فتمام كده ناقص لنا البتروليوم بس. كده ناقص لنا البتروليوم بس. اكسر هات اكسر ده ولفلنا كمان فكويس. اوكي بتروليوم حلو وسيلفر حلو. حلو قوي جميل جدا جدا. اوكي فاضل لنا بس 6 بتروليوم ومحتاجين بقى ايه ندور على مثلا اويل سبيل في حته بنزين يعني واقف في حته او حاجه كده يعني. وساعتها ممكن هو انا ممكن افتح ده. طب ايه طيب ما فيهوش حاجه اصلا. ماشي اوكي ما تقوليش انا زنقت. ما تقوليش انا زنقت. اوكي نقفل ده كده. طيب نعدي؟ لا ما ينفعش. طب نقرب منه قوي نقفل. طب ما ينفعش اكسره. طب اعمل ايه طيب؟ لعبه لعبه. طب نعمل كده. اوكي بعد كده نعمل كده. اه الحمد لله فيو الحمد لله. اوكي هنا في بتروليوم تقريبا ولا اويل؟ اويل اويل اويل. اه صحيح رايت كليك بيعمل ايه؟ اعتقد رايت كليك بيكسر حاجه من ضربه واحده تقريبا والله اعلم يعني. طيب ده ما فيهوش بتروليوم. احنا عايزين بتروليوم على طول. احنا خلاص محتاجين بتروليوم بس. هدفنا دلوقتي بتروليوم وبس. ده فيه بتروليوم. عملت بونك بس ما جابتش حاجه. اوكي معانا 3 بتروليوم. لو تفتكروا كنا بنفضي المكان هنا اصلا وكان المفروض نطلع على الاوضه دي وبعد كده فكسنا لها المره اللي فاتت. اه لا مش بتروليوم. تقريبا البايبس اللي ورايا دي ايه ده؟ اوكي يا عمي عديني. تقريبا البايبس اللي ورايا دي هتديني بتروليوم يا جماعه تقريبا. دي دي هتديني بتروليوم اهي. اوكي كويس ماشي. كيميكالز وبتروليوم يعني فقشت. عايزين اويل سبيل نجرب المساحه الجديده يا عم قبل ما حقها تخلص. عايزين نجرب المساحه الجديده قبل ما حقها تخلص ضروري. ماشي بعد كده هنا يا رب يديني لاكي مش عارف ايه. كان في اويل سبيلز بره معايا 4 بتروليوم من اصل 4. مايت از ويل ان انا اعمل دي. ماشي اوكي. طب هنا كان في حاجه على الارض؟ مفيش حاجه على الارض. في حاجه على الارض تحت. مش شايف حاجه على الارض تحت. طيب هنا الاوضه دي مثلا هنا مفيش بتروليوم خالص. هو ده مهم الصراحه. خلينا ناخده نبيع حاجات شويه. اويل مش عايزين اويل. راستد ستيل راستد ستيل
لاكي لوت. اوكي يا رب بقى بتروليوم بقى. لا مش بتروليوم. كاست ايرون ومش عارف ايه وقرف ومعيش مساحة اصلا. عايزين بتروليوم. لا يا منبه استنى من... ايه ده؟ ده مش بتروليوم. مش مصدق ان لما نكون محتاجين الحاجة دايما ما نلاقيهاش. فعلا لما نكون محتاجين الحاجة دايما 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 ما نلاقيهاش. المواسير دي ايه نظامها؟ بس اوبا بس 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 اور تايم تو شاين. ماشي ايه النظام بقى؟ لحظة عشان لسه معايا ابجريدز انا صح؟ معايا سكيل بوينتس خلونا نستغلها. ماب دامج وماب ريديوس يلا بينا. المفروض كده الماب اقوى بكتير. التدوة بقت قوية جدا. اوف اوكي ارمي ده وجمع لي دول بقى، يعني جمع لي بتروليوم ده بس كده. اوكي عارف ان المنبه رن بس دلوقتي اللي لازم نعمله اننا نرجع تاني للبيت علشان ندي الراجل حاجته ونخلص مهمة النهاردة او نخلص فيديو النهاردة على هنا، ودي تبقى اخر مرة اسجل بالشعر ده من البيت ده اللعبة دي لغاية ما ارجع تاني ايه البلد دي يعني. فخلوني كده اروح اخد العربية بتاعتي نروح ندي الراجل الحاجة بتاعته. 9 المونيوم و8 بتروليوم تعبونا جدا 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 مش عارف اشوف ورايا. نرجع كده كسرنا حاجة وخبطنا حاجة معرفش يوم اقرب. نروح بقى للراجل هناك مفيش نايتروز. عايزين نايتروز. تعاليلي الليلي 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 يا حبيبي تعاليلي. اقف هنا. اوكي مبدئيا هنروح ندي الراجل اللي هناك كل حاجة تمام هو عايزها، وبعد كده هنبيع كل حاجة تانية حرفيا لان معناش فلوس. بس الاول بس هنشوف الشخص اللي بعديه عايز ايه يعني، لان ساعات بيكون عايز حاجة معينة. اوكي احنا ممكن نعمل السكيلات دلوقتي كمان، نعمل هنا اتنين فهنعمل هنزود الشنطة والعربية كمان مرة، فكده بقينا نشيل 20 حاجة في الشنطة و30 حاجة في العربية تمام. وبعد كده نروح بقى نشوف الراجل اللي هناك ده. يا اسطى انت عايز ايه؟ اطلب حاجة بسيطة. 10 ستيل ستيل اجيبهم لك منين دول؟ لو اديته 10 ستيل ستيل هيديني 6 هيديني قصدي 3000 شوية. انا معايا 5 ستيل ستيل اصلا. طب والله تصدق يلا 10 ستيل ستيل يا جماعة لازم 10 ستيل ستيل و 6 ليد الوي. والله سهلة دلوقتي بقت سهلة. طب الليد الوي كنا بنعمله ازاي؟ استنى كده ليد الوي اهو كوبر وليد. ادي الليد وادي الكوبر ماشي. انت عايز 6 فانت عايز نم 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 نم. طيب خلي الستيل ده هنا. اوكي خلينا نشوف العربيه دي فيها ايه. ستيل ستيل فيها 2 ستيل ستيل كمان حلو، وادي كوبر كمان اهو حلو، وادي ليد كمان اهو حلو ماشي. نيجي هنا خد الليد اهو. احنا عايزين 6 و6 صح؟ خد 5 اهم وخد دول اهم. اوكي عايزين بقى درجة حرارة 500 على مروحة 3 واديله حط له الستيل ستيل ده هنا ماشي. هاد ده كله هاد ده كله كده. ستيل ستيل ممكن اعمله ممكن اعمله كيميكلز، واحدة كيميكل وواحدة رست ستيل. واحنا فاضل لنا كام واحدة؟ 3 فاضل لنا 3 صح؟ ايزي. اوكي هنعمل كده 3 كيميكلز، هنعمل كده 3 راستد ستيلز. عايزين ليفل 3 فيرنس. لاي لاي لا لاي 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 احنا محتاجين تيتانيوم الوي وليد الوي وهاردن ستيل. تيتانيوم الوي ده بيتعمل ازاي؟ لازم تيتانيوم عشان نعمل تيتانيوم الوي. ومحتاجين كام واحده تيتانيوم الوي حضرتك عشان نعمل ابجريد؟ معلش لحظه واحده. محتاجين كام واحدة؟ محتاجين 6، يعني محتاج 6 تيتانيوم. معيش 6 تيتانيوم حضرتك يا فندم. طيب يبقى احنا محتاجين نخلي حاجات هنا يعني، هنسيب تيتانيوم بس دلوقتي بقت حاجات سهلة جدا، بس هنسيب التيتانيوم على جنب لأن احنا محتاجين نعمل تيتانيوم ألوي للأسف. فهنسيب الستينلس ستيل ده هنا وهنسيب التيتانيوم ده هنا ونسيب البراز ده كمان هنا لأن ده هو مطلوب مننا. فاضل لنا 3 ستينلس ستيل سهلين هنلاقيهم ان شاء الله. فتعالوا نبيع كل حاجه معانا بس الاول. خد يا اسطى كل ده ماشي. تعالى لي هنا. اذا انا ما خدتهمش انت قصدي ما خدتهمش انت امسك. والله ممكن نعمل بالكيميكلز. اسيب الكيميكلز معايا هسيب الكيميكلز معايا هسيب الكيميكلز معايا هدي له كل حاجه ما عدا الكيميكلز فاهمين. اشتري عملنا فلوس محترمه جدا. هات كل ده تاني سيب الكيميكلز معايا هنا عشان بس لو قدرنا لو قدرنا اننا نعمل ال الستينلس ستيل بعدين برضو بيبقى ليها لازمه الصراحه. هنيجي هنا هندي الراجل كل ده سل
بس كده. بعدين هنيجي عند الراجل ده، الراجل الطيب ده، عشان بس ما انساش انا. بس هنروح على الصو هنصلحه، هنروح على اللي اسمه ايه ده بتاعت البنزين هنملاها على الاخر، هنروح على اللوك بيكس نشتري ناقصنا، هنروح على ايه تاني؟ خلاص كده احنا حتى ممكن نشتري الزيب لاين والبتاع ده لو عايز، بس خلاص دلوقتي ننام بقى. دلوقتي لازم ننام، معانا 5000 وشويه ننام في اللعبه ماشي. وبعد كده نيجي هنا خلاص كده معانا الادوات الجديده، حتى هناخد الراجل الطيب ده سكرين شوت عشان كده احنا خلاص قادرين ان احنا نعمل ابجريد ساعتنا. تعال نشوف الناس دي سابت لي ايه. معانا دلوقتي كان معانا 5000 معانا 3000. ها يا جماعه كلتش، يا جماعه كلتش، والله العظيم كلتش، جابوا الستيل ستيل كله يا اخوانا. استنوا بقى استنوا بقى استنوا بقى استنوا بقى استنوا بقى خد يا اسطى كل حاجه ما عدا الستيل ستيل اللي معايا لو سمحت. اشتري كل حاجه تانية. فرجعنا فلوسنا اللي كانت راحت مننا. العمال طلعوا مفيدين جدا، العمال اللي عندي دول جامدين جدا والله. وخلصنا المهمه خلاص، جمعنا 10 ستيل ستيل، يعني هناخد وقت 3000 كده في السريع، 3000 وليفل اب كمان. امسك يا اسطى امسك يا اسطى امسك يا اسطى. ديليفر اوردر، شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك شكرا ليك. عايز هو مفيش اوردرات تاني ولا ايه؟ لا في اوردر هناك اهو، هناخده الاول قبل ما نعمل سيف عشان بس نبقى عارفين الراجل الطيب ده عايز ايه. عايز ايه يا زميلي؟ عايز ستيل وكاست ايرون. سهله سهله يا مان، سهله يا مان. طبعا مش هديها له دلوقتي بس قشطه، سهله يعني امرها سهل. طيب انت مش شغال عندي ليه؟ تعال اشتغل معايا، يلا بينا يلا بينا. يبقى عندنا 6 موظفين ليه؟ لا طيب احنا كده معانا كل حاجه كنا محتاجينها خلاص، معانا 8000 وشويه فلوس ماشي. حتى هبيع له الستيل ستيل ده مش عايزه ب 87 مش مشكله. معانا 8230 فلوس. عارفين هنعمل ايه؟ اكسبلوزيفز اشتري ماشي، بوم ريسبلاي اوكي معانا كده، متفجرات والزيب لاين اشتري. بيقول لك ترافل يوز زيب لاينز تو فاست ترافل. بس كده كده يا جماعه الشوب عملنا كل حاجه ممكن نعملها فيه حرفيا، خلاص مفيش حاجه تانية. خلاص خلاص الشوب كشوب خلاص كده خلاص كده مفيش حاجه نعملها تاني. فاهمين؟ سكيلات معانا 2 سكيل بوينتس ممكن نعمل بيهم كمان الموب زياده، فالموب فاضل لنا 5 سكيل بوينتس ونخلصها. يوتيليتيز دلوقتي عندنا الاكسبلوسيفز وعندنا الزيب لاينز كمان. مانجمنت خلاص الموظفين على الاخر، لسه بس الماركت عايزين نظبط شويه. احنا قربنا نختم اللعبه خالص على فكره والله العظيم. فاحنا دلوقتي كل اللي هنعمله بس ان احنا نعمل سيف ونجيب الكاميرا عليا واقول لكم ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك تشتركوا في القناه لو مش مشتركين. لعبه جامده جدا، لعبه جامده جدا وانا مستمتع بيها جدا. بس فاشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. لاف يو اول، سلام.